ايه ماتش لونج. مش فاهم مش فاهم لوري مو صح. جوي. ايوه طيب يعني يمديني اسوي دايت. ايوه اسلم. ركز خلاص. ايه خلنا نحمي اول شيء. يلا عطني اسم الكرت. اسم كارت اي كرت. ستة سبيت. ستة سبيت. حاب تغير؟ لا ركز على الستة خلاص. شوف باخذ الستة وديها بالنص. واضحة عندك صح؟ ماشي. بدخل الستة بالنص. بلخبط الكروت علشان يكون مستحيل في أي ترتيب. بلخبط الكروت مرة مرتين. الستة جبناها أول كرت. لا طيب هاي الثمانية صح؟ ايه باخذ الثمانية بخليها هنا. الستة جبناها ثاني كرت. لا هنا عندي وش؟ ثمانية. ايه وهنا الثلاثة. ايه ركز على الثلاثة خلاص. ركز. واحد اثنين ثلاثة. حلو. صارت ثمانية. سحبت ثمانية هنا. اوكي والكرت اللي هنا صار الستة اللي انت اخترت. ممتاز. جميل جميل. طيب ايش رايك اسوي لك خدعة؟ ناصر من ناصر يا عيال اسلم. اسوي لك خدعة. ابي شيء يهول القلب. اوه ممتاز. طيب الكروت هذه عندي ناقصة. بجيب الكرة ايه الثانية. يا 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 شو اسمك انت؟ ايش؟ ايوه اسلم. بلخبط الكروت. ممتاز. ايه طيب عشان يكون مستحيل في اي ترتيب. باخذ كرت اسود وكرت احمر. بخليهم بنص الكروت مقلوبين. يعني هذا الكرت الاسود بخليه مقلوب بنص الكروت. ممتاز. والكرت الاحمر بخليه مقلوب نص الكرت. بجيب كرت اسود مره ثانيه وكرت احمر. شوف الخدعه هذه ما راح انا اسوي شيء. كل شيء بيصير منك انت. انت اللي راح ترتب الكروت. اذا قلت لي حط عند الاحمر بحط عند الاحمر، اذا قلت لي حط عند الاسود بحط عند الاسود. يلا رتب الكروت زي ما تبغى لين ما تخلص الكروت اللي معاي. أحمر كم واحد؟ ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. ممتاز. روح كمل. أسود اثنين واحد أحمر ستة أسود واحد أحمر اثنين أسود سبعة أحمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ما كفى الكروت. خلاص يلا خلنا نشوف ايش الخدعة الحين. بقول الحين عندي أنا قلبت كرتين بنص الكروت صح؟ ليه؟ بخلي الكرت الأسود عند الكرت الأحمر بعكس الكروت عشان تكون الخدعة عشوائية أكثر. وبخلي طيب الكرت الأحمر عند الكرت الأسود نفس ايه الطريقة. إذا قلت لي عند الأسود بحط عند الأسود، إذا قلت لي عند الأحمر بحط عند الأحمر. طيب روح. اسود اثنين احمر واحد اسود واحد أحمر ثلاثة أحمر ثلاثة ثلاثة. حط عند الأحمر أسود واحد. يا عيال تذكرت المقطع تشيلسي في اسمه زين فان ليفربول اثنين من يذكر مرتجع ناس باني الأحمر واحد الأسود ثلاثة واحد أحمر تبيني اوريك الكروت هذه ولا لا؟ تبع ما أبي الأحمر واحد واحد احمر.
حجرت لك الهطف. يا اخي. احمر واحمر واحد، ها واحد. اسود اثنين، كل الباقي عند الاحمر. اكيد. ابلع يلا. وش لا شوف، الخدعة؟ انت صعبتها. ايه ليش قلت احطهم كلهم عند الاحمر؟ خابرين خابرين طرايقكم. بالله سو كذا، ركز بالورق. كل الكروت اللي انت طلبتهم باللون الاحمر كلهم باللون الاحمر، مع الكرت اللي خليناه مقلوب نص الكروت، والكرت الاسود زي ما طلبت كلهم باللون الاسود، والكرت الاسود والكروت اللي تحته كلهم باللون الاسود زي ما طلبت. الحين من اللي يبلع؟ والكرت الاسود الاحمر والكروت اللي تحته كلهم باللون الاحمر زي ما طلبت انت بالترتيب. الكروت تراك يعني عشوائية، كروت بلوت عادية يعني. رمو. طيب نبي أبو سامي وينه؟ جوي أبو سامي. طيب أنا أحب أبو سامي. الله أكبر كل شيء. تبون نسمعها فتشوش ناصر سبيعي؟ والله ونعب ناصر، بس مين ناصر سبيعي شباب؟ الداعم اللي كان عندي. شوف شوف، انا بعض الاحيان ها شوف شلون عيال اختي كثار، حلو، وانا ما عندي النرد واحد، حلو. شوف ركز بالنرد، شوف بس اقول، قول ابو سامي أبو سامي جيب لهم نرد كثير. تبي كيف؟ قد سويت يقولون الشات. ايش كنت سويت؟ سويت هذه. كل شيء حتى الكلام. ها يلا نبي شيء ما شفناه. تمشي؟ طيب تعال اصمد. يلا اختار. اختار 8 كروت، 4 كروت متشابهه و4 كروت زدت زبيده. شوف شوف، بقول لك خلينا نجيب مثلا الشيبان والعشرات. ممتاز. معلش والله مو مطنش بس بجوالي والله معلش. لا خذ راحتك. شوف هنا عندي 4 عشرات و4 شيبان صح؟ شوف الشايب الاول، خليك مركز. الشايب الثاني، الثالث، الرابع. العشرة الاولى، العشرة الثانية، العشرة الثالثة، العشرة الرابعة. ركز. 1، العشرة الاولى، الثانية، الثالثة، الرابع. الشايب الأول، الشايب الثاني، الشايب الثالث، الشايب الرابع. ممتاز. كنا غايب عن المدرسة، كنا تشكوب في الغرفة مالته، عبونا سحر. كان يجي الوالد الله يجعله قال اطلع السحر من راسك يا ولد، تعال الله اشوف.
تراجعت تكفخ الحين. كم مقاس تيشيرتك؟ احب الاوفر سايز، احب اكس لارج. ولا انا باي ذا واي يعني ايش دعوه؟ اللغلوغ اللغلوغ والله طلع لازم ناتي والله حالين الله. تسبدي تسبدي والحلا فرجن وجهك.